أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية. هذا وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي وقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه. من جانبه قدم طارق عامر الشكر والتقدير للرئيس السيسي على مساندته له خلال فترته، حيث أكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.